هل تفتقر ابتسامتك رونقها وبريقها؟ هل بدأت أسنانك في الاصفرار؟ هل تتساءل كيف أبيض أسناني في المنزل بطريقة صحية وآمنة وبأقل التكاليف؟ حسناً، شاهد هذا الفيديو إلى النهاية لتتعرف على كل الطرق التي يمكنك اتباعها في المنزل لتبييض أسنانك بمواد طبيعية 100%. ولكن قبل البدء يرجى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات الآن حتى يتم إعلامك دائماً عند نشر أي فيديو جديد. الهدف فرش الأسنان والتنظيف بالخيط. من أفضل طرق النظافة الشخصية للفم والتي أثبتت نجاحها هي القيام بالمداومة على استخدام فرشاة الأسنان بانتظام وتنظيفها من بقايا الطعام باستخدام معجون الأسنان وخيوط الأسنان، مما يساعد على إزالة بقايا الطعام وبالتالي عدم تكون البكتيريا والتي تعتبر السبب الرئيس وراء تكون جير الأسنان. تنظيف الأسنان بالزيت. تعتبر هذه الطريقة إحدى طرق العلاج القديمة، ومن خلال اتباعك لهذه الطريقة ستقوم بملء ملعقة طعام بزيت السمسم أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم تقوم بمسح الزيت داخل فمك وعلى أسنانك لمدة 20 دقيقة. هذه الطريقة تعمل على تطهير الفم من البكتيريا المسببة لتكون الجير على الأسنان. كيف أبيض أسناني في المنزل باستخدام صودا الخبز؟ تساعد صودا الخبز على فرك البقع الموجودة على الأسنان، ويمكنك صنع معجون من صودا الخبز في المنزل، ولكن قد تحصل على نتائج أفضل إذا قمت باستخدام معجون يحتوي على بيكربونات الصوديوم، حيث أثبتت الدراسات أن فرش الأسنان باستخدام معجون يحتوي على صودا الخبز يمكن أن يساعد على إزالة بقع الأسنان بمرور الوقت. التفاح والأناناس والفراولة. إن حمض الماليك الموجود بالتفاح يعمل على تعزيز اللعاب في فمك، مما يساعد على غسل الأحماض الموجودة على أسنانك، ومعجين الأسنان التي تحتوي على مادة البروميلين وهي مادة موجودة بالأناناس قد تساعد على تبييض أسنانك أيضاً. ولكن لا يوجد دليل علمي على أن أكل هذه الفاكهة قد يساعد على استعادة بياض وبريق أسنانك، وهناك دراسة وجدت أن فرش الأسنان بخليط من هذه الفاكهة مع صودا الخبز لم يساعد على تبييض الأسنان، بل الأسوأ من ذلك أن حمض الاستيريك الموجود بالفراولة يمكنه أن يعمل على هدم مين الأسنان وتكسير الطبقة الخارجية لها. كيف أبيض أسناني في المنزل ببيروكسيد الهيدروجين؟ إن بيروكسيد الهيدروجين هو عامل تبييض طبيعي ويعمل بالفعل على تغيير لون الأسنان، ولقد وجدت إحدى الدراسات أن استخدام جل يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 6% على أسنان لمدة أسبوعين قد أدى إلى تغيير واضح في لون هذه الأسنان، ولكن عليك دائماً أن تحذر من استخدام بيروكسيد الهيدروجين بتركيز عالٍ، حيث حذرت جمعية طب الأسنان الأمريكية من أن استخدام بيروكسيد الهيدروجين يمكن أن يسبب بعض المشاكل للثة قبل أن يساعد على تبييض الأسنان. إذن هل التبييض صالح للجميع؟ على الرغم من أن تبييض الأسنان يعتبر أمراً جيداً لمظهر أسنانك وابتسامتك، إلا أن تبييض الأسنان لا يصلح للجميع، فقد يكون التبييض أمر جيد ومفيد لك إذا كان لون أسنانك المتغير يرجع إلى تقدمك في العمر أو اعتيادك لتناول بعض أنواع المشروبات والمأكولات التي تسبب تصبغ الأسنان مثل الشاي والقهوة. أما إذا كان لون أسنانك متغيراً بسبب التدخين أو بسبب تناولك لبعض أنواع الأدوية، فهذا قد يصعب عملية تبييض أسنانك. والآن ماذا عنك عزيزي المشاهد؟ هل جربت طرقاً أخرى لتبييض الأسنان في المنزل؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه. إذا أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر الإعجاب الآن وشارك هذا الفيديو مع الأصدقاء. شكراً على المشاهدة.